متابعين معكم مشاهدينا من بعد البريك بحلقتنا من كل يوم بيومه، وصلنا معكم لفقرة حزيلة نهرو، مساحتنا اللي كتير هيك لها خاصية لأنه نتأمل من خلالها بكتابنا المقدس وبنعطيه هيك وقت من حياتنا، وبنفس الوقت كمان متعرف على هالشخصيات هالموجودة بالكتاب العظيم. اليوم رح نحكي عن فكرة، خلينا نقول، تقديس إمنا أو تعظيم إمنا مريم العذراء. رح نحكي شوي الكنيسة كيف تتعاطى مع الموضوع، نحكي شوي عن الفضائل يلي بتمتلكها أمنا مريم العذراء، تفاصيل كثيرة رح ناقشها مع الملفون عبد الأحد الشاعر خادم الشبيبة في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا. بدي رحب فيك ملفونو، شلومو؟ شنو بشلومو، سلام مسيح معكم، سلام سلام المسيح. وتحية طيبة لكم ولأحبتنا مشاهدي قناة سبورة تي في. اهلا وسهلا فيك ملفونا. يعني بالفعل القديسه مريم العذراء لها خاصيه بكنيستنا السريانيه الارثوذكسيه، وهي ام الكل، وهي مثل ما بتقول هي يعني تطوبني جميع الاجيال. ولكن نحن هيك قبل ما ندخل بموضوعنا دائما بنحب نتعرف ابائنا السريان شو بيخبرونا عن ابن مريم العذراء، واليوم راح خص القديس مار افرام السرياني، فشو بيخبرنا عنه؟ الحقيقة آباء السريان غاصوا في شخصية السيدة العذراء، لأنه شافوا هي العذراء الوحيدة الفريدة اللي انتظرها التدبير الإلهي من بين جميع عذار العالم، واختارها لتكون أم لإله ويعيش بين أحضانها بفترة التجسد الإلهي، والكنيسة كرمتها وأعطتها المكان المناسب بدون إفراط ولا تفريط منذ انطلاق المسيحية. من آبائنا السريان اللي تغنوا في السيدة العذراء وتأملوا في شخصيتها القديس مار افرام السرياني عنده قول رائع جدا يتأمل في قداستها. إيش يقول؟ يقول: حملت مريم النار في يديها واحتضنت اللهيب بين ذراعيها، أعطت للهيب صدرها كي يرضع، وقدمت لذلك الذي يقوت الجميع لبنها، من يستطيع أن يخبر عنها؟ يعني القديس مار افرام السرياني عم يتأمل في هاي القديسة، يقول مين فيه يحكي عنها أكثر، يعني من العظمة ومن القداسة ومن المكان اللي كانت في قلب الرب تجاهها. تماما ملفونه. بالفعل كمان في كتير قديسين، أكيد ما ننسى مار يعقوب السروجي وغيرهم كتار يلي خبرونا عن ابنة مريم العذراء. في سؤال هون هو شوي عقائدي، خلينا نقول يعني تختلف الكنائس المسيحية بهذا الموضوع. كنائس بتعظم، كنائس بتقول لا، عم نعطي نحن ككنيسة سريانية أرثوذكسية أو ككنائس تقليدية خلينا نقول عظمة أكثر من حجمها أو من القيمة التي ذكرها الكتاب المقدس عن ابنة مريم العذراء. فعظمة السيدة العذراء مريم، هل هي من صلب ما دونه كتاب الكتاب المقدس، أم هي عظمت بقرار مسكوني، عظمت بتقليد كنسي فقط؟ نعم، الكنيسة كرمتها وأعطتها هالمكانة المناسبة مثل ما حكينا قبل شوي، بدون إفراط ولا تفريط، يعني ما علوا المكانة تبعها لدرجة الألوهية، ولا استهانوا أيضا بهاي الشخصية الفريدة اللي لو تأملنا فيها شلون الله الثالوث الأقدس تكون في فكره من بدء البشرية، لما قال مثل المرأة يسحق رأس الحية، وهي كانت هاي المرأة ومثلها هو المسيح. فالكنيسة عظمت العذراء وعطتها التكريم المناسب من بدء المسيحية، ولكن مع القرون اللاحقة بعد يعني المجامع ظهرت أصوات أنه ليش تنادوها والدة الإله، فكان المجمع المسكوني الثالث، مجمع إفسوس، ردا على هذا الاعتراض واللي انعقد سنة 431 بحضور 200 أسقف من كل أنحاء العالم، وحطوا لنا مقدمة قانون الإيمان اللي ورد فيها: نعظمك يا أم النور الحقيقي، نمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا، يعني في لا تتم كاملة. وهون انحطت هاي المقدمة وكانت تأكيد صارخ وقوي وثابت على قداسة السيدة العذراء.
وطبعا كان هذا يعني اعتمادا على التسبيحة اللي خرجت من فمها وقت زيارتها للقديسة إليصابات، وقالت في لوقا إصحاح الأول آية 48: هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. كانت النبوة على لسانها، وكانت من الوحي الإلهي، تكلمت بالروح القدس. تماما. بدنا نروح لفكرة مهمة كمان ملفونو. أشرت إنه أنا مريم العذراء عندها فضائل، طبعا من خلال خلينا نقول حياتنا بالكنيسة. الكنيسة كيف بتخبرنا عن إن مريم العذراء؟ ممكن نستلهم كتير من الفضائل، يمكن من نذكرها بحوارنا الآن، ويمكن في كتير شغلات يفوتنا الوقت وما نحكي عنها. فشو هي الفضائل اللي بتمتلكها إن مريم العذراء؟ حقيقة القديسة المطوبة إمنا العذراء، بالرغم من القليل اللي ما كتب عنها في الوحي الإلهي في الكتاب المقدس، مجرد شذرات يعني قليلة، حوادث بسيطة من طفولة ربنا يسوع المسيح، الولادة، الطفولة، إن كان يعني حتى عند الصلب أو عرس قانا الجليل، أشياء بسيطة جدا، ولكن آباء الكنيسة غاصوا في أعماق هاي الشخصية الفريدة وطلعوا لنا بالكنوز الثمينة اللي راح تساعدنا نحن كمان في رحلة خلاصنا إلى الأبدية من خلال هالفضائل هاي. قامت السيدة العذراء حياتها على فضائل أساسية، وبدونها صعب إنه يخلص الإنسان أو إنه يكون له حياة أبدية أو يقتني الرب يسوع المسيح في أحشائه، مثل ما هي اقتنت الرب يسوع المسيح في أحشائه. من هاي الفضائل يعني هن كثيرة الحقيقة، ولكن شان الوقت عندنا فضيلة النعمة اللي كانت تتميز فيها العذراء المريم، وكمان عندنا فضيلة الاتضاع، يعني فضيلة إلهية، يعني فضيلة من الصفات الإلهية كانت موجودة في القديسة المطوبة. عندنا كمان فضيلة التسليم، حياة التسليم اللي كانت تعيشها أمنا العذراء. كمان العذراء الصامتة المتأملة، يعني كمان هي حياتها في الصمت هو درس عظيم لنا كمان نشوفه في سياق حديثنا. كمان من فضائل أمنا العذراء هي حياة الاحتمال. بدنا نتأمل كمان في أحداث صارت متدارجة هيك في حياتها، كان عندها قوة احتمال عجيبة هاي القديسة العظيمة. كمان كان عندها صفة رائعة جدا، هي خدمة الآخرين. تماما. ملفونو، انا من هون بدي ادخل بوحده وحده هيك شوي نضوي عنهم ونفسرهم اكثر اليوم لمشاهدينا، ومنبلش بفضيله النعمه. شو بتحدثنا او بتخبرنا ملفونو اليوم عن فضيله النعمه يلي بتمتلكها مريم العذراء؟ فضيلة النعمة كانت على لسان الملاك جبرائيل، اللي هو يعني المرسل ورجل الله المرسل عند الله، وهو قال بفم الطاهر، قال: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، مو مثل طبعا في ترجمات يقول المنعم عليها، الممتلئة نعمة نقدر نشبهها مثل النافورة، يعني من تحت لفوق، مو مثل النعمة اللي تجي من فوق لتحت. فالممتلئة نعمة هي كانت فعلا ممتلئة نعمة، وفعلا النعمة كان فيها عن طريق الروح القدس، ملاها روح الله من هاي النعمة، وكانت هي حقيقة تعيش حياة مقدسة، وكانت هيكل للروح القدس، وكانت حاضرة لحتى تاخذ الإقنوم، الكلمة، اللوغوس. وطبعا القديس بولس الرسول كمان حكى لنا في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث الآية 16 أنه: أما تعلمون إنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. النعمة هي عمل الروح القدس، والعذراء من لما كانت هي طفلة في الهيكل فتحت قلبها لعمل الروح القدس، لذلك كان طبيعي أنه يحل فيها الروح القدس، وعمل عمله فيها من خلال طبعا هي النعم اللي كانت موجودة عندها. ثلاث أمور فضائل هامة جدا كانت عندها: كان عندها الصلاة، كان عندها قراءة الكتب المقدسة،
الأسفار المقدسة العهد القديم، وكانت أيضا تخدم الذبيحة بطريقة ما في الهيكل. فهل 3 وسائط الهامة جدا هي تملانا نعمة، الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، وزائد أن نتحد بذبيحة الأفخارستية. هذول 3 أمور كانت حقيقة الأمنا العذراء ممتلئة جدا فيهم. نشوف هاي الأمور فاضت منا القداسة، لذلك الرب اختار من بين عذارى ونساء العالم في ذلك الوقت. هي ممتلئة بالنعمة وهي أيضا المتواضعة ملفونة، فبالنسبة لفضيلة التواضع أيضا. فضيلة التواضع تظهر بشكل يعني عظيم جدا في حياة أمنا العذراء. يعني لما جاءها الملاك وقال لها أنت تتكوني أم الله، هي قالت ها أنا ذا آمة الرب، يعني أنا خادمة عبدة آمة. يعني التواضع لا مثيل له من السيدة العذراء، تواضع حقيقي حقيقة. يعني من عندنا هذا التواضع اللي يحول الأم إلى، يعني إيش هالتواضع هذا؟ كل ما ينكسر الإنسان ويتواضع أمام الله راح ينتصر على التجارب. فالانكسار أمام الله هو الطريق للانتصار، واللي يتواضع بده يرفعه الرب. يعني قال ربنا في إنجيل لوقا، قال لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. يعني الصفة العظيمة في أولاد الله هي التواضع. يقول القديس مار يعقوب السروجي في تواضع العذراء مريم، يقول نظر إلى تواضعها وحلمها وطهارتها فحل فيها، إذ يسهل عليه أن يحل في المتواضعين، في المزمور 196. وعند فضيلة أيضا قديش نحن بنفتقد لها كمان ملفون اليوم، هي فضيلة التسليم. قديش اليوم في أشخاص بحياتنا أو حتى يمكن نحن ما بنسلم كل شيء لإرادة الله بحياتنا، بنقول لتكن مشيئتك بس بالصلاة الربانية، ولكن مريم العذراء امتلكت لها الفضيلة وعاشتها بحياتها وشفناها بكتير مراحل، راح تخبرنا عنها كمان ملفونة. كانت الفضيلة عجيبة ومؤثرة في حياة العذراء مريم القديسة، لما قالت ليكن لي كقولك. يعني لما تقول ليكن لي كقولك، يعني لتكن مشيئتك مثل ما بدك. وهاي هالمقولة هاي يعني لو لاحظنا شوي حياة العذراء، صار لها كثير متاعب وتجارب وضيقات ومشاق. نشوف مثلا، يعني ناخذ هيك كم مثال حسب ما ذكر لنا هن الوحي الالهي في الاناجيل. نشوف هي تحبل من الروح القدس وما تخبر حدا. يوسف يشك فيها، يقول يعني انا اشوفها يعني انسانه بريئه وانسانه طيبه وفقيره. يعني هو مار يعقوب السروجي في له ميمر يتعجب، يقول عجب هي غلطت، في حدا ضحك عليها، الى اخره. في هيك حوار حلو كثير، ولكن هي لا دافعت ولا حكت، قالت يا رب كل شيء من عندك كان، وانت تصطفل، انت تتصرف في الموضوع، لتكن مشيئتك يا رب. فنشوف التدخل السماوي يجي في ملاك ويفهم يوسف انه التي حملت بها هي من الروح القدس. نجي لموضوع الولاده. توصل لايام حبلها الاخيره، وبهذاك الوقت اغسطس قيصر يصدر امر كل واحد يروح للمدينه اللي ولد فيها ويعمل الاكتتاب. طيب يا رب طول بالك الى ما يعني اولد مكاني في بيتي ومرتاحه. لا، لتكن مشيئتك. تنطلق لبيت لحم، وبيت لحم غاصت في العالم والضيوف والناس اللي جايين من كل مكان، ما في لا فندق ولا بيت ولا الى اخره. في اسطبل صغير للحيوانات، لتكن مشيئتك يا رب. حياه تسليم. اجوا المجوس في زياره لعند المولود وجابوا ذهب ولبان ومر، وبعدين نشوف يهيج هيرودس ويطلب نفس الصبي. يطلع ملاك خذ الصبي وامه لمصر. يا رب تدخل في طريقه عجيبه، نروح لمدينه ثانيه، نخبي حالنا في الجبال، تخلص من هيرودس لمصر. لمصر لتكن مشيئتك يا رب.
رحلة شاقة لأرض غريبة ما يعرف حدا فيها، حياة تسليم. يجي سمعان الشيخ ويقول: وضع لقيام وسقوط كثيرين، لتكن مشيئتك يا رب. يعذبوه اليهود ويطلعوه على الصليب، ما سألته: لمن تتركني يا ابني؟ قال: لتكن مشيئتك. حياة تسليم عظيمة في مراحل حياة ابن العذراء، كلياتها كانت تقول: ليكن كقولك، ليكن لي كقولك. وهل نحن اليوم نستخدم هاي الكلمة بالفعل حقيقة مثل ما ان العذراء عاشت يعني قاست هالظروف هذول، وكانت بروح التواضع والتسليم تقول: لتكن مشيئتك، ليكن لي كقولك. تماما. بدي روح لصمت عفوا وتأمل السيد العذراء مريم. نحن بنشوفها بكثير محلات بالكتاب المقدس بتكون صامتة، يعني ما بتحاول جهدها ما تكون هي محور الحدث يلي عم بيصير، بل الغاية من الحدث أو الحدث هو يكون المحور بحد ذاته، أو ربنا يسوع المسيح إذا كان موجود ضمن الأحداث يلي انذكرت فيها. فصمت وتأمل السيدة العذراء مريم أيضا من الفضائل المهمة، إذا ممكن كمان توضح لنا عنها شوي ملفونة. كان من تدبير الله انه تتيتم العذراء انه تعيش في الهيكل، وفي الهيكل تعلمت حياة الوحدة والصمت وتنشغل بالصلاة والتأمل. وهي طبعا فقدت محبة وحنان والديها لأنه تيتمت وانشغلت بمحبة الله وحده، وهيك كانت تواظب على الصلاة والتسبحة وقراءة الكتاب المقدس وحفظ الكثير من آيات الكتاب من المزامير. هذا الشيء واضح جدا من خلال تسبيحتها اللي كانت في بيت اليصابات، وهذا دليل على يعني فعلا الأساس اللي كان موجود عندها والصمت اللي كان تتمتع فيه. صار الصمت مميزاتها، فعلى الرغم من أحداث الميلاد شافت أشياء عجيبة يعني تفوق احتمال عمرها كفتاة صغيرة بهذاك الوقت، وشي اللي أحاط من معجزات وأقوال الملائكة والرعاة والمجوس. ما حكيت مفتخرة بأمجاد الميلاد، يعني ما كانت بتمشي بين الناس تقول: شوفوا أنا أم الإله، أنا أم يسوع اللوغوس، أنا إلى آخره. أبدا بصمت. يقول الكتاب عنها، يقول: كانت تحفظ جميع هذا الكلام مفتكرة بها في قلبها. يعني هذا حقيقة درس عظيم لنا، يا ريت نحن نتأمل كثير ونتحدث قليل. حكت في وقت اللي لزم انه تحكي فيه، اللي صارت مصدر للتقليد الكنسي وبعض الأخبار اللي عرفناها يعني منا عن طفولة الرب يسوع المسيح. طفولة الرب يسوع المسيح تنقطع بعمر ال 12 في الهيكل، وبعدين ما نعرف. ونشوف البشير لوقا يروح لعنده ويطلب منه انه تحكي لنا عن الطفوله، من اين كنا نعرف زياره الملاك، ومن اين نعرف حياه طفوله يسوع انه كانوا يروحوا على الهيكل وضاع منه الى اخره. يعني من عمر ال 12 لل 30 العذراء سكتت تماما، يعني تماما صمت عجيب تحلت فيه واختفت يعني من الصوره. هي خلت ابنها الوحيد والرب يسوع المسيح هو اللي يكون الصورة اللي لازم كله يشوفوها. تماما. بدي روح ايضا لاحتمال مريم العذراء، يعني يمكن هيدا انا بعتبره من الفضائل، يمكن من اهم الفضائل اللي بتمتلكهم ابنها مريم العذراء. قديش صعب اليوم على ام تشوف ابنها يتألم، يجلد، يصلب، وغير هيك حتى الكلام يلي سمعته عليا، يعني العالم قديش حكت. نحن بنعرف نحن اليوم هلا بمجتمعاتنا اذا هيك قصه بتصير ما ممكن حدا يصدقها وبصير يطلع حكي. فقديش استحملت من لما حبلت بالرب يسوع المسيح له كل المجد وصولا الى الصلب والقيامه. حياه الاحتمال في حياه امنا العذراء هي درس حقيقه لازم يدرس. يعني تيتمت من هي طفله بالعمر الثامنة من عمرها، وتحملت حياة اليتم، تحملت هذا الشيء، عاشت في الهيكل وهي طفلة، واحتملت حياة الوحدة
طلعت من الهيكل لتحيا في كنف نجار واحتملت حياة الفقر. لما ولد ابنه الوحيد ما كان له موضع في مكان، فأضجعته يقول في مذود. احتملت حتى هذا الشيء، احتمال المسؤولية وهي صغيرة في السن، المجد اللي أحاط فيها دون أن يتعبها فكريا فكر العظمة. يعني هذا المجد العظيم، يعني خالق السماء والأرض واجد الوجود، هو كان موجود في أحضانه في بيته، موجود معه تحكي معه تربيه وتعلمه، يعني كان موجود. واحتملت هاي العظمة كلياتها، ما كان مصرح يعني انه هي ولدت وهي عذراء فصمتت على هذا الشيء. يعني هي بنظر اليهود كتب كتابة وانحسبت زوجة ليوسف، لكن صمتت عن عذراويتها. احتملت السفر الشاق لمصر ذهابا وإيابا، احتملت هونيك في مصر يعني طرد الناس بحسب التقليد اللي يقول كان كل مدينة يدخلوا كانت الأصنام تتساقط أمام العائلة المقدسة، فكانوا يعتبرون مصدر شؤم، فكانوا يطردون من مكان لآخر. احتملوا هذا الطرد، احتملت الغربة والفقر، واحتملت أنه ابنه يلاقي اضطهادات وإهانات، وأخيرا يعني الآلام اللي صارت له وقدام عينه كان عم يتعذب ورفعوه على الصليب. كان حقيقة درس عظيم كمان لنا أنه نحتمل كل مراحل الحياة. العذراء لو هيك تأملنا شوي في حياة الاحتمال، يعني هي احتملت ظروف اليتم، يا ما في هلا أيتام، تحملت الفقر، في فقراء كتير، يعني أمنا اختبرت هذا الشيء، واختبرت حتى الترمل. يعني ترملت، ويوسف البار خطيبة يعني انتقل من الحياة وظلت أرملة، عاشت وحيدة بعد صعود ابنها إلى السماء. صح كانت عند القديس يوحنا يعني الحبيب، لكن كان فراق ابنها كمان شيء صعب. كمان هذا كان نوع من الاحتمال العجيب في شخصية القديسة العذراء مريم. يعني بالفعل من الفونو شفنا الفضائل الجميلة اللي بتمتلكون ابنة مريم العذراء، كانت من فضيلة التواضع، من فضيلة النعمة، فضيلة التسليم، وشفناها أيضا هي الصامتة المتأملة، شفناها أيضا المتحملة لكل الآلام والأوجاع. فشو نتعلم اليوم من الحكي يلي تحاورنا فيه؟ شو نستفيد؟ شو الزوادة اللي ممكن ناخدها هيك بكلمة ختامية لك ملفونة؟ يعني العبر والدروس المستفادة من حياة القديسة المطوبة مريم هي كثيرة، لكن عندنا مجموعة صفات ذكرناها نحن، هي صفة التواضع. رغم أنه كانت والدة الإله، ولكن قالت عن نفسها أنه هي آمة وخادمة وعبدة. تواضع عظيم جدا في حياة العذراء مريم. هذا يعلمنا نحن مهما يكون عندنا من مراكز وشهادات ونكون في أعلى درجات، لازم دائما نعطي المجد للرب ونقول كله منك يا رب، ونحن ما إلنا فضل في هذا الشيء. حياة التسليم، رغم أنه مدبر الكون كان عايش معه في بيته وسكن في أحشائه، لاقت صعوبات ومشاق وآلام وهي ما تدمرت أبدا. وهذا الشيء نحن نتعلم منه كمان، أنه في حياتنا بدنا نتعرض لآلام وضيقات وتجارب وأمور مؤلمة، ولكن خلي يكون عندنا حياة التسليم، إنه الله يرى ويسمع ويتدخل. نحط هالثلاث أمور دائما قدامنا. كمان فضيلة الصمت، كانت تعمل وتنفذ التدبير الإلهي بصوت وبصمت وبدون ثرثرة. يعني كانت قليلة الكلام ولكن عظيمة الفضائل. حياة القداسة والفضيلة والبتولية اللي كانت تتمتع فيها هاي القديسة المطوبة هو درس عظيم لنا، وخصوصا لأخواتنا العذارى والأمهات، لأنه كانت عذراء وأم بنفس الوقت. العذراء ذاقت كل أنواع الآلام، وهي اليوم يعني في السماء عند ابنها الحبيب، وهي شفيعة وهي مطوبة وتصلي من أجلنا، ونحن نطلب صلواتها وشفاعتها تكون مع جميعنا.
من الفونو دائما بتبسط لنا هيك الحكايه، خلينا نقول بناخذها منك بطريقه قدران كل الشباب والصبايا اليوم اللي عم بيحضرونا يستفادوا منها بطريقه هيك مبسطه سهله لاهوتيه سهله. فانا بدي اتشكرك لوقتك. من الفونو عبد الاحد الشاعر خادم الشبيبه في الكنيسه السريانيه الارثوذكسيه في المانيا، تودي ساقي من الفونو. بتشكر كان كتير قناة سوبورو تي في على البرامج الحلوة والمفيدة اللي عم تبثوها للعالم السرياني، وأشكركم على الاستضافة دائما. تودي تودي ساقي. تودي تودي ملفونو.